وجزء واحد من الثانية تهانينا والناموس لفيصل بن سالم بن حمد بن قضيب لكعبي تهانينا والناموس للجميع. مشاهدينا ومتابعونا الأعزاء أجدد التواصل والترحيب بكم من جديد مع شوط الختام لهذه الانطلاقات الصباحية مع سن اللقاية لهذا اليوم، هو شوطنا 30 والمخصص للإبكار المهجنات الأصايل، فأتمنى التوفيق والناموس والسلامة لجميع المشاركين. أسير نحو الصدارة نحو المركز الأول لأرى وأتابع مطفية راشد بن خادم بن راشد المهيري من يقدم لنا مطفية مع أول المراكز، أما ثانيا وصلت زاخر لتغير وتنتقل إلى المقدمة بشعار حميد بن محمد بن دويس الشامسي، أما ثالثا زعفران قادمة في هذه اللحظات ويتقدم سيف بن علي بن سالم العامري في هذه الأثناء. أنتقل لرابع المراكز لأرى وأتابع ملهمة أحمد بن نصيم بن لويع العامري واصل وقادم في هذه الأثناء، وصلت أمجاد وصل الشامسي ليدفع بأمجاد جابر بن سهيل بن خميس الشامسي، وتحركت الغالية ليتقدم الدحبة بن حمد بالدليلة باللويع العامري في هذه اللحظات. أيضا من تقدم الضارية سعيد بن مرير بن سعيد الاكتبي، وتحركت هناك تحرك بن علوان ليقدم لنا بحور مطر بن خلب بن مطر بن علي بن علوان الاكتبي واصل وقادم مع سابع المراكز، أما ثامنا وصلتكم في هذه اللحظات وصلت مزعلة وصل بن يريو حمد بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري من يتقدم في هذه الأثناء مع ثامن المراكز، وتاسع على المسج حميد بن حران بن حمد بن حميدان، أما عاشرا غدير غادمة محمد بن سعيد بن محمد الرميثي. هكذا هي النتيجة، هكذا هي الأسماء العشرة المراكز ذعناها عليكم وعلى مسامعكم بالوفاء والتمام. انتصفت المسافة يا ملاك ويا مضمرين، من سيكون صاحب الانتصار لمسك ختام تحديات اللقاية للفترة الصباحية؟ لأعود من جديد، أعود للمقدمة، أعود إلى زاخر، أعود إلى الشامسي. من يأتي مع الصدارة؟ أحمد بن محمد بن دويس الشامسي يدفع بزاخر لتتقدم مع أول المراكز، لكن أشوف الوصول، أشوف القدوم. وصلت أمجاد جابر بن سهيل بن خميس الشامسي يغير لينتقل إلى أول المراكز في هذه اللحظات. بن يريو ماصل، بن يريو قادم ليدفع بمزعلة حمد بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري، يأتي مع ثاني المراكز في هذه اللحظات، يريد النقطة الثانية ضمن انطلاقات اللقاية لهذا الصباح. وصل العامري، تقدمت زعفرانة سيف بن علي بن سالم العامري، وتحركت هناك تحركت زاخر أحمد بن محمد بالدويس الشامسي مع رابع المراكز، واللقاية واصلة، الأسماء قادمة مع هذا العرض الرائع والجميل.
الجميل أشوف الوصول هناك من قبل زحل محمد بن علي بن حليس العفاري واصل وقادم في هذه اللحظات. وتحركت أيضا تحركت هناك الغالية الدحبة بن حمد بن دليلة بالوعي العامري. هكذا هي النتيجة. لأعود من جديد إلى المقدمة إلى أمجاد إلى الشامسي، لكن شوف طلت علينا من المركز الأول سابقة هنا في ميدان التلة. الكيل الأخير الكيل المثير يا ملاك ويا مضمرين غير المزروعي مع طلة علي بن حمد بن سعيد بن علي المزروعي. لكن زحل يا زحل تغير الموازين لتنطلق مع الصدارة محمد بن علي بن حليس العفاري روح بالصدارة تقدم مع المركز الأول طل قادم مع المزروعي مع ثاني المراكز. وصلت هناك مزعلة وصل بن يريو وتحركت هنا لأرى وأتابع دانات بشعار حميد بن حمد بن راشد زرعي. لكن شوف زحل اقلعت مع المركز الاول روحت بالصدارة الاخر الامتار 400 متر شوط الختام مع من سيكون مع زحل ولا مزعلة ولا زحل ولا الزرعي قادم من الخلف مع دانات روح العفاري. وايضا وصلت مرحبا هادف بن محمد بن حريحر المزروعي وصل بقوة ليهاجم الله زحل ولا مرحبا روحت بالانتصار لتهدي هادف بن محمد بن حريحر المزروعي هذا الناموس والانتصار. أما ثاني المراكز كانت زحل محمد بن علي بن حليس العفاري، وثالثا كان الوصول من قبل مزعلة حمد بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري، ورابع المراكز من وصل الدانات حميد بن حمد بن راشد الزرعي، وخامسا كان الوصول والقدوم من قبل أساطير حمدان بن بخيت بن فطيس المنصوري. إذن تهانينا والناموس. مرحبا هادف بن محمد بن حريحر المزروعي من ذهب بالناموس والانتصار ليأتي بتوقيت وقدره 7:43، 7 أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس لك يا راعي مرحبا. أما ثاني المراكز كانت زحل بشعار محمد بن علي بن حليس العفاري بتوقيت وقدره لحظة وصولها إلى خط النهاية لتأتي بتوقيت وقدره 7:43، 8 أجزاء من الثواني. أما رابع المراكز ثالث المراكز كانت مزعلة بشعار حمد بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري 7:44، 8 أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.